خالت ايه؟ خالت ايه؟ اخبر خالتك شو فيك؟ شو بدنا نصاب بالقصص؟ يا ريت. شو هبطت عليك البنية؟ لا. لكن شو اللي قلب البيت هيك وجايب الكراسي كلها فوق بعضها؟ تفضل روح اسأل سعادينك اللي تخانقوا وفشوا كله فيه بالبيت. مين سعاديني؟ مين سعاديني؟ نسوانك. رجعوا علوا مع بعضهم وان شاء الله كمشون واخذوها على الكراكون. لا حبيبي لا، كل وحدة محتلة اوضتها وناطرتك تاخذ بطارة. انا اخذ بطار؟ انا اخذ بطارة؟ نعم انت، مش انت بليتنا هالبلوة؟ لك ان شاء الله الله بيبلي لي بلاني هالبلوة. ونني قلتي لي ونني يا حلب قوادهم. الظاهر كلمة الحلب ما بتمشي معهم، لازم انا اسامح بذوليتي واقفهم عن حدهم، انا مفرجيهم. يا رب يا رب كون معه. هاي بتعمل هيك يا سلام معي؟ شو هالك مسودة؟ خلصي انتي مخصي مش مسودة عم ترف. ولك الواحد زوج وحدة مش مخلص بتنال يا ظالم. شو اللي عملتي؟ مبسوطة باللي عملتي يا ست هادية؟ يعني بدل ما تسكتها شي سكتي اللي انا اخد. اي 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 خالتي 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 ليه تفيت الضوء؟ لا بالعكس البيت كله مضوى. البيت مضوى؟ لكن جيبي لي دكتور عين. يا الله يا ظالمين عملتوا للطبق. الو طنط حبيبي اذا بتريد اعطيني عمو بيرو. انت بيرو طالع صوتك والليد افتكرتك. طب اسمع بيرو اسمع حكيني شوي. ليك بدي اياك تجي بسرعه على البيت لك عند ابراهيم افندي وتعمل حالك دكتور. دكتور لك دكتور ايه ايه تخفى ليك وتعال تعمل الشباك فهمت بيير. انا بمقزك حرج يا بيير ما يعني اوعى تتخلى عني ها دخيلك بترجيك بسرعه بيرو اوعى. باي باي. الو بابا مين هلا شو بك عم تبكي؟ لحقني يا بابا جيب الماما تعال عندي بسرعه. شو بكي خانقه مع جوزك؟ لا خانقه مع مرت جوزي واذا ما لقيتوا حل هالقصه انا رح انتحر. اسمعي اوعى تتصرفي اي تصرف قبل ما نوصل. أنا رايح جيب أمك وجايين لعندك. والله ما حدا رح ينتحر طيخص من المشكلة غير يعني. عادل. نعم سيدنا. تفضل السلم الكراكون اليوم. ومين ما سأل عني أنا مني موجود. بدك تاخذ إجازة سيدنا؟ لك ياخدك أبو ملعون أنت التاني. الناس بالناس والقطة بالفاس. الو القهوة؟ واحد قهوة للباش شويش عادل. خالتي؟ خالتي خالتي؟ صوت قهوة. انت شايفتيني خالتي شايفتيني؟ ايه خالتي شايفتك. طيب ليش انا ما بشوفك؟ ليش؟ بس صحوا عيونك تقبرني بترجع بتشوفني. طيب انت بصحوا عيوني حتى اشوفك مثل ما عم تشوفيني يا خالتي. بكره عبكره بتقوم ما بيك شيء. بكره عبكره بس بدك نضيل عبكره. مثل ما الله بريك. يا خالتي ليك يا خالتي. ابوي الله يرحمه قبل ما مات كان زعلان مني شيء. بالعكس تقبرني مات وهو عم يترد عليك. يعني مات وانا يعني انا كنت مرضي. كتير يا حبيبي مرضي ما دام مرضي ليش لحتى هيك؟ شو اللي بلاني هالبلوي هاي؟ شو اللي بلاك؟ انت بليت حالك. خالتي قولك الضرب على العيون بيأثر على عريس جديد شيء. لا تقبرني ما بيأثر بكره بتصح؟ ما بيأثر. لك خالتي باعتبار انت يعني كنتي ست في يوم من الايام عرفتي كيف؟ وين انت هون انت هون؟ كنت ست في يوم من الايام، شو بدي اعمل انا حتى اخلي هالستات يلي هن زوجاتي يحبوني ويحترموني، شو بدي اعمل؟ علمني بعد كل اللي صار فيك ومصر على انك تخليهم ببيت واحد يا حرام وين بدشرهم لك؟ لانه وحده بتحبني وحده انا بحبها، حرام لو انا ما بحب اكسر خواطر. يا الله ليم عن قلبك شبكي يا على عيونك يا حق على القصه اللي بتستعمليها معي. يا خالتي حرام عليك ما شايفتيني ما عم شوف انا كمان، ليش عم تتنمرد علي هالنمرد اللي يا ريته انكسروا راسك كمان. ويني؟ مسكي لي ايدي لشوف امين يا مزنطره امين 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 اجل يلا يلا خديني خديني. لوين بدك تروح ليكفوا عليك؟ لا مش لعندهم بدي اروح اعمل لهم مغطس مي لانه قالوا لي المي السخنه منيحه للعيون فخديني مشان اعمل لهم مغطس مي سخنه سخنه بصح.
ايه مشان خلصنا. يلا خديني خديني يعني جمدنطرة يا عليك جمدنطرة. ان شاء الله بفوت فيك اوتوبيس يا رب. ان شاء الله بشوف فوتيني بكرسي فوتيني. ولك لا تلقطش كثيرك هالطوري. شيء خديني بتعاملين كأنه ابن جوزي انا. ما انت ابن جوزي. انا مقطوع ما لي حدا معي. يلا خلصنا. يلا الله يكسر دقيتكم مثل ما كسرتوا الظهر وكسرتوا البيت. بونجور. بونجور. دخلك بيت مين هون يا ست؟ بيت ابراهيم افندي. ومدامته موجودة؟ اياها منو بدك؟ اللي بدها تولد. حلول؟ مش بعرفني اياها منو بدها تولد، وحضرتك مين؟ انا الدكتور النفساني. دكتور نفساني؟ نعم. وعلى علمي انا الست الحامل بتطلب دكتور نسواني مش دكتور نفساني. هيدي كانت عايامكم من زمان، بس هلا الست اللي بدها تولد بتشوف دكتور نفساني بالاول وبعدين بتشوف الدكتور النسواني. لو سؤالي بغير محله. ايه تفضلي. الدكتور النفساني بشو بفيد الست اللي بدها تولد؟ بشو بده يفوت الست؟ كيف شو بده يفيد الست؟ لك هيك ساعتها بيجي البيبي مربى خالص، عرفتي كيف؟ وبيسمع كلمه امه وابوه وما بيخطف خطيبة غيره. ما فهمت. يعني قصدي انا انه مش بدل ابن جوزي، عرفتي؟ انه بيتجوز اثنين بالايام، الواحد مش قادر يعيش مع وحده. معك حق. سيد ناديه وين فيني نشوفها؟ ايه تفضل من الباب، فوت من الباب هيدا وعلى ايدك اليمين في مفرق، دق على الباب بتفتح لك الست ناديه. من اول مفرق؟ عايدك اليمين. شكرا. الله معك. صحيح الدنيا تغيرت، بس معقولة الوحدة تتجوز امبارح وتحس انها بدها تولد اليوم؟ اي والله ما حدا بده الدكتور نفساني غيرك يا ابراهيم افندي. عال الستات بقواضن وافتح لي يا صانعة الاكاذيب. الله معك. الله يحفظك. مرحبا ست عليا. جيت بوقتك يا حضرة البرشاويش. خير ان شاء الله. شو في؟ شو في؟ في البيت مقلوب فوقين التحتاني على راسي وراس الصبي الوحيد. دخيلك خلصنا يا حضرة البرشاويش. هلا وين؟ هلا بأوضتها مسكرة على حالها الباب وعاملة اضراب. هي تعطيني الحقني لقول لك الحقني. هلا افتحي انا بيك. يا عمي انت كيف فت من البيت؟ تهريب. تهريب؟ انا منبهت عليك تجي من الشباك حتى ما تخلق لي بلبله بالبيت، بتقوم تفت. مين فتح لك دخلك؟ خالته لابراهيم افندي. انا خالته لابراهيم وما عرفتها؟ لا منين ما تعرفني؟ ما هي كل عمرها مش شايفتني. بس انت شايفها. انا شايفها بتنكر. هلا قينا من القصه كلياتها واسمعني منيح. اعطيني دينتك بعطيني عينك شوي وخليك معي. بيرون احنا داخلين على معركه مصيريه وبدي منك تجهز لي رجالك ويكونوا جاهزين. شو رجال؟ شو رجال يكونوا جاهزين مشان المعركه يا بيرو؟ شو بدك برجال؟ شو انا وحدي ما بكفي؟ عم بقول رجال يا بيرو، بعدين انت خارج معارك. وكي عم كل مش خارج، انت مش هربتيني، جربي نشوفي. وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. هلا وقت تشيرو بدي اعمل. انت خليك للمفاوضات السلميه وجهز لي رجالك مثل ما عم اقول لك. أنا طبعا مثل ما بدك، اذا هيك بدك يعني دبلوماسي يعني. طبعا اوكي، انا راح اجيب لك رجال بس يكون بعلم هيك انه الراس بكلفك 1000 ليرة. 1000 ليرة؟ نعم، والصليح والخرطوش عليكي كمان. اوكي ولا يهمك. خلي الخطة ماشية تبعيتك. طيب خطتك خليها مثل ما هي نفذها. بأمرك. هيك بعدين بعد شوي. هلا وين؟ بالأوضة الثانية. فيني اشوفها من بعيد لبعيد؟ لا ما فيك تشوفها من بعيد لبعيد. ليش بدك تشوفها؟ بدك تخربط لي كل الخطة اللي رسمتها انا؟ يا عمي شو بدي خربط لك؟ بدي اشوفها نظرة بس، بدي اشوفها اذا تغيرت على الزواج ولا بعدها مثل ما هي. ايه تغيرت كثير ما رح تعرفها. هي طبعا لك عين اصغر من عين ودينتها هيدي غير لك حالي. عم اقول لك هلا بيروت بتضل الوحدة مثل ما بتتجوز بتضل مثل ما هي، بتحاكيني مثل ولد صغار. شو بعرفني؟ وبعدين بيني وبينك ابوها تلفن لهلا، مدري اتصلت فيه سمعتها عم تقول له تعال هون على البيت. بشوش نجيب جاي لهون؟ دخيلك وعاد خليني يشوفني عليك لانه هم هددني اذا بيشوفني مرة ثانية بيقصف لي عمري. ولك ما تخاف، ولك ما تخاف، لك وراك اخت رجال.
شو بيحكي لي قلب الشويش؟ وحياة الله بتعرفي حلوة انت قوية. شو لك ما بيمشي بهال